بكره ان شاء الله مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا، مباراه مهمه، مباراه صعبه. كل مباريات النادي الاهلي مهمه وصعبه وكل شيء، ولكن سيراميكا كليوباترا كان بيعاني في الفتره الاخيره من اهتزاز في النتائج، وطبعا الكل عايز قدام النادي الاهلي يبقى يعيد لملمه نفسه مره اخرى. دايما ده بيحصل قدام النادي الاهلي. كيف يمكن اداره هذه المباراه من الناحيه الفنيه؟ يعني اكيد مع سيراميكا مع كابتن احمد سامي بشكل مختلف، هم ما فيش نتائج ايجابيه، وخصوصا في المباراه الاخيره خساره من نادي الاتحاد نادي سيراميكا. لكن لو هتبص على سر المباراه السيراميكا والاتحاد، السيراميكا وان سايد جيم 90 دقيقه كانوا في 18 وكانوا افضل، صحيح. وعندهم مفاتيح لعب مهمه. يعني انا يعني بشوف ان سيراميكا من الفرق الكبيره اللي هي ليها شخصيه مع كابتن احمد سامي مع الجهاز الفني. لكن اكيد هتبقى مباراه صعبه، وزي ما حضرتك قلت كل مباراه كل فرقه بتلعب قدام النادي الاهلي او قصاد النادي الاهلي هي بتبذل اقصى جهد عندها، لان المباراه قدام النادي الاهلي مختلفه وليها دوافع كبيره. طبعا عشان كده اي فريق هيلعب النادي الاهلي هو بيبقى عنده دوافع كبيره ان هو بيلعب قصاد فريق كبير. المباراه ما بتتكررش في الدوري الا مرتين في السنه، ولو في بطوله الكاس هيبقى 3 مباريات. لكن الدوافع انا بشوف ان عند سيراميكا وبيأدي بشكل جيد، لكن هو السوء بس النتائج، لكن على مستوى الاداء لا بيأدي بشكل جيد، واكيد هتبقى مباراه صعبه مع سيراميكا. من الفرق اللي ما بتلعبش، بتقفل وبتلعب على الهجمات المرتده، على الرغم انهم عندهم واحد زي جون ايبوكا، احمد ياسر ريان، عندهم الناحيه الهجوميه رائعه جدا الحقيقه، ولكن مش من الفرق اللي بتقفل، من الفرق اللي بتروح وتيجي معاك. هل ده اسهل للنادي الاهلي؟ اسهل لان هيبقى في مساحات، اسهل يبقى في مساحات. يعني هنا الجيم انا اتوقع ان هو الجيم هيبقى مفتوح، يعني الجيم هيبقى مفتوح من الفرقتين، الاهلي بيلعب كوره ونادي سيراميكا برضه عايز يلعب كوره مع كابتن احمد سامي. كابتن احمد سامي من المديرين الفنيين ما بيغيرش استراتيجيته في اللعب. يعني مش كون ان هو بيلعب النادي الاهلي هيقفل، مع ذكر بعض المدربين التانيين، يعني مثلا في كابتن طارق عاشر هتلاقيه بيلعب كل المباريات بنفس الطريقه، وهو البلوك الدفاعي، صح، ويلعب على كونتر معروفه طريقه كابتن طارق. طبعا مع مدربين فنيين دي استراتيجيته في اللعب. مع كابتن احمد سامي هو على بعض الفترات هتلاقي هيلعب ممكن يجيب مفتوح، هيلعب فيه تحرر، عنده مفاتيح لعب برده مهمه، الاسماء اللي حضرتك ذكرتها مع شكري برده ناحيه الشمال مفتاح لعب مهم، صحيح. في سيراميكا في بعض محمد الاوقات ابراهيم طبعا مع محمد ابراهيم في اسماء كبيره وفرقه مع اداء سيراميكا. لكن ده انا بشوف ان هو ممكن يبقى في صالح النادي الاهلي في بعض الفترات في استغلال المساحات، لان طول ما النادي سيراميكا هيهاجم النادي الاهلي هيبقى في مساحات مهم جدا هنا على مفتاح لعب النادي الاهلي، استغلال المساحات اللي هتبقى بين الخطوط وان هم يقدروا يحاولوا المكسب منها اكيد.